أرأيت ما فعلوه بالشعب العراقي في غيابك؟ كان هذا هو السؤال الذي طرحته المحامية اللبنانية بشرى خليل الموكلة للدفاع عن الرئيس الراحل صدام حسين خلال محاكمته. حينها انتفض مهيب الركن واقفا في قفصه وكأنه يزأر ليشاهد مجموعة من الصور التي رفعتها المحامية لسجناء أبو غريب الذين تم تعذيبهم. ماذا فعل صدام حسين بعدها؟ وما هو رد فعل القاضي ضدها؟ تابعوا هذا الفيديو وستعرف الإجابة. كانت الجلسة 27 لمحاكمة صدام حسين تعج بالكثير من الأحداث الدرامية، خاصة بين المحامية اللبنانية بشرى خليل وبين القاضي رؤوف عبد الرحمن وصدام حسين. كان هناك محاولة من الأمريكان لتحطيم معنويات وثقة صدام حسين بنفسه ولكسره أمام الرأي العام العربي ليكون عبرة في رأيهم لمن يمانع سياساتهم في المنطقة بوضعه داخل قفص على مستوى منخفض من منصة هيئة المحكمة، إلا أن هذه المظاهر لم تؤثر عليه وفرض هيبته على المكان، وكانت شخصيته هي الأقوى. في ذلك اليوم كان الضباط الأمريكان والقضاء وكل من داخل المحكمة يتحركون على وقع حركة صدام حسين، وهذه صفات الشخصيات القيادية بعيدا عن تأييد أو رفض سياسته، إذ كان عند دخوله القاعة يقف جميع الحضور فيصرخ القاضي في الحضور: لماذا تقفون؟ إنه متهم. وتقول المحامية اللبنانية بشرى خليل ما نصه: عند حضوري أول جلسة استجواب اندهشت من وجود ضباط أمريكان داخل قاعة المحكمة، فقلت لزملائي كيف يجلسون في قاعة يحاكم فيها عدوهم، وهو الأمر نفسه الذي حاول صدام لفت نظر هيئة المحكمة إليه قائلا: هذه محكمة أمريكية، باعتبار أن هذا وحده كفيل أن يبطل أي قرار يصدره القضاء ويؤثر على مجريات الجلسة. ما أغضب القاضي فصرخ موجها حديثه لي: أنت تثيرين الفوضى، وإذا كررت هذا سنخرجك من القاعة. تستكمل بشرى خليل حديثها فتقول: غضب القاضي أسعدني لأنه اعتداء على الدفاع، وفي هذه الحالة هو اعتداء على المتهم أيضا. فخفضت من صوتي وقلت له بكل هدوء: رئاستكم الكريمة تهددني بإخراج من القاعة، لماذا؟ أنا أستعمل حقي بالدفاع عن موكلي، ورئاستكم قالت إنه لا يوجد ضباط أمريكان، وأنا قلت: يوجد، نعم هؤلاء أمريكان، وأشرت إليهم. وهنا حل الصمت لحظات داخل قاعة المحكمة. أما عن سر دفاع صدام حسين عنها أمام القضاء، قالت بشرى خليل: في الجلسة التالية أراد القاضي إخراجي من القاعة وصرخ في وجهي: أنت تثيرين الفوضى، وفي كل مرة حاولت أستفهم كان رده لي: أخرجي. فطلبت طرح سؤال أولا ووافق المدعي العام. هنا رفعت صور ما فعله الجيش الأمريكي بالعراقيين في معتقل أبو غريب، ووجهت سؤالي للقاضي: لماذا لم تلاحق محكمتك من ارتكبوا هذه الجريمة بحق الشعب العراقي؟ ثم أدرت الصورة باتجاه صدام قائلة له: أرأيت ما فعلوه بالشعب العراقي في غيابك؟ لم أكن أعلم وقتها أن صدام يجهل ما حدث بالعراقيين في أبو غريب، فرأيت عينيه كأنها ستطير من وجهه، وملامحه كأنه سيزأر. هنا أخفيت الصورة عنه خوفا عليه ورفقا به، ورفعتها في اتجاه عدسات وسائل الإعلام لتوثق الصور، خوفا من أن تجتزئ هذه اللحظات من فيديو المحاكمة ويخفون ما حدث عن العالم. وبخصوص ما حدث بعد ذلك، تقول بشرى خليل: خرجت من قاعة المحكمة إلى غرفة المحامين التي بها شاشة تظهر ما بداخل القاعة، ورأيت القاضي يقول: هذا جنون اللي صار. فصرخ فيه صدام حسين قائلا عني: هذه فوق رأسك. واعتبرت هذه الجملة للتاريخ، ووقوفي بجانبه في المحكمة من أهم الصفحات بحياة المهنية والإنسانية كعربية. وعن كيفية دخولها بصور أبو غريب إلى الجلسة
بالرغم من التفتيش الدقيق، أجابت المحامية اللبنانية بالقول: كنا نخضع لخمسة حواجز تفتيش منذ بداية حديقة المحكمة حتى دخول قاعة الجلسة، وكذلك تحقيق شخصي مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وجهاز كشف ما بداخل الحقائب. وبالصدفة كنت أضع صور داخل حقيبة المحاماة، كل واحدة منهم بوجه الأخرى، فتظهر على الشاشة صورة بيضاء، وهو أمر لم أكن أقصده. وفي النهاية، ما رأيكم بهذا الموقف البطولي لمحامية صدام اللبنانية بشرى خليل؟